في الحقيقة إن جمال مدينة العالمين الجديدة ملوش مثيل، وده اللي بيخليها المدينة الأجمل على حوض البحر المتوسط، وده اللي يعني إدى الفكرة لعشاق الرسم من طلبة الجامعات إن هم يتجسدوا اللي شايفينه من خلال رسومهم التشكيلية. خلونا نشوف دلوقتي التقرير ده ونطلع من بعده فاصل ونرجع نكمل كلامنا. دي أبراج مدينة العالمين الجديدة اللي بتميز مدينة العالمين، والحقيقة مفيش حد بيجي هنا إلا ولازم يتصور صورة وخلفه الأبراج، لكن هنا هنلاقي مجموعة من طلبة الجامعات المختلفة اللي جايين بيشاركوا في مهرجان العالمين الجديدة، ولكن بيجسدوا جمال المدينة من الأبراج والبحر بألمهم وإبداعهم في الفن التشكيلي من خلال الرسومات اللي بيرسموها في المسابقات اللي موجودة في المهرجان. تعالوا بينا نتعرف على الشباب ونعرف إزاي جسدوا كل المناظر الجميلة دي بإبداعهم وألمهم في مهرجان العالمين الجديدة. النهاردة في مهرجان العالمين مشارك في الفنون التشكيلية قسم الرسم والتصوير. النهاردة رسمت عن العالمين الأبراج بتاعة العالمين، ولو صنفت العالم عالمين فرسمت الأعلام بتاعت في العالم فلسطين وعالم مصر، وبدل ما خلي الطيارة تسحبهم عملت حمام السلام هو اللي يسحبهم. وكمان النهاردة لما دخلت العالمين لقيت حاجة جميلة جدا، حسيت إن هي قلعة للسياحة اللي تدمج فيها السماء الزرقاء مع الرملة البيضاء. حسيت بحاجة جميلة جدا في التنظيم، حسيت باللي الأقسام اللي مشاركة هنا سواء مسرح، موسيقى، فنون تشكيلية، رياضة، الحاجات دي كلها. وبرضك الناس المشرفين برضك التعامل معهم جميل وبيقوموا على أكمل وجه. الجامعة اختارتني إن أنا أشارك في النشاط الفني في التصوير الزيتي، ومبسوطة جدا أنا طبعا أنا موجودة هنا في العالمين. حبيت إن أنا أختار إن أنا أرسم العالمين بالهيئة الجديدة بتاعتها زي الأبراج، وطبعا الأبراج بتاعتها مميزة جدا، يعني ما أظنش في مدينة في مصر فيها الأبراج دي وبشكل مميز، ويعني بقى ليها تراث فني معين ومعمارة يعني عظيمة. وطبعا البحر بتاع العالمين معروف إن هو البحر الصافي والسماء الصافية والهواء الهادي الجميل، ونسبة الجو لطيفة جدا، والشاطئ طبعا حلو والرملة بتاعتها حلوة قوي، فحبيت ان انا اعبر عنها بالرسمة. برسم حاجة عن فلسطين تدل على اللي بيحصل فيها دلوقتي، واستغليت مهرجان العالمين واللي بيحصل فيه بانه العالم كله بيشوفه، فحاجة تكون حلوة جدا ان كمان اخلي العالم يركز برضو على الجزء ده من فلسطين. يعني اخترت الرسم بالذات الولد بالذات علشان الاطفال هم اكتر ناس يعني مش قادرين ان هم يعملوا اي حاجه، مفيش اي حاجه بايديهم، وهم اكتر ناس اتبهدلوا. الكبار ممكن يستحملوا شويه او عندهم فكر ان هم يستحملوا، لكن الصغيرين لا، هم محطين في جزء هم مش قادرين يعملوا فيه حاجه يعني، فعشان كده هم اكتر فئه متضرره. انا اخترت العالم فلسطين ورا الست دي طبعا عباره عن اللي هي داعمه هي العالمين، مدينه العالمين. طبعا هي الفستان دي هتكون بحر، انا لسه يعني مكملتهاش. انا بعمل ماده اشغال في كذا خامات يعني زي التصوير والجلد والنسيج. بالنسبه للفكره طبعا عملت المباني والسماء والبحر طبعا جميل كده، طبعا هيكون فستان الست. بالنسبه للايدين اللي هو عند فلسطين دي يعتبر مواطنين هم مع بعض وكده. هي عباره عن مسابقه، فاحنا مشاركين في المسابقه بس الغرض الاساسي ان احنا نبقى مبسوطين يعني في المشاركه. فانا حبيت اعبر عن الاجواء اللي احنا فيها، رسمت نفسي زي ما انتم شايفين كاريكاتير رسم كرتونيه كده، وبشاور على المعالم اللي موجوده هنا، المباني الجديده، الابراج العاليه، ورمز من رموز اللي هي البوابه اللي موجوده. هو هنا انا راسم المباني اللي ورا دي، الابراج اللي في الخلفيه، ودي البوابه اللي احنا داخلين منها الالوان دي، وانا راسم نفسي بشاور على الحاجات دي. بدات ان انا ارسم اخلط ما بين العالمين والاجواء بتاعتنا هنا والقضيه الفلسطينيه. طبعا انا رسمت عن الحمام بتاعنا بيدل عن السلام، الالوان طبعا بتاعته بتدل عن العالم بتاع فلسطين. بدات ان انا ادخل البحر، المياه بتاعتنا، السماء الصافيه بتاعتنا.